صلاة الإيمان، حاب أنك تصلي معي، تشاركني في صلوات، تشاركني هذا اليوم في أمور جديدة على قلب الرب أنه يطلق في حياتك، فصلي معي، ارفع إيدك، قل له يا رب أنا جاي اليوم أصلي بقوة، أنا جاي أصلي بإيمان. لو أنت مقيد، لو أنت مقيدة، قبل أن نصلي معك كصلاة فردية، أنت في بيتك ممكن تتحرر، أنت في شغلك، أنت في خدمتك، أنت في كنيستك، أنت في طائفتك، أنت في المكان اللي أنت فيه، اليوم الرب ممكن يزورك ويحررك في هذه اللحظة اللي أنت بتسمعني فيها، لكن أنت محتاج تصلي صلاة إيمان، أنت محتاج أنك تصلي بكلمة الله، أنك محتاج تصلي وتعلن وعود الله على كل أمر أنت بتجتاز فيه. لا تخاف من مشكلتك، ولا تقول أنه هذه مشكلتي مشكلة طويلة كبيرة عميقة، ما صار لسنين أنا عم بعاني من نفس الموضوع. فقط امتلئ بالإيمان وابتدي أعلن معي هذه الإعلانات الإلهية باسم يسوع. أنا بكسر كل أعمال سحر عملت علي في الماضي. ردد معي هذه الكلمات بإيمان وأنت بتسمعني، حتى لو أنت مش مدرك أنه أو مش عارف أنه في أعمال سحر، ما في ضرر أنك أنت تردد هذه الأمور بسلطان وبإيمان، يمكن من الماضي، يمكن شخص خبأ عنك، لكن لما أنت تعلن وتعطي حياة في كلماتك راح يكون في حياة وراح يكون في قوة. صلي معي، قل باسم يسوع أنا أكسر الآن كل أعمال سحر عملت على حياتي في قوة وسلطان اسم الرب يسوع. أنا أكسر كل كلام سلبي، كل كلام كان فيه نوع من التجريح، كان فيه نوع من الفشل، أنا برفض روح الفشل، أنا برفض الكلام اللي خلاني أو تنبع علي بأمور سلبية، إن كان من أبي، إن كان من أمي، إن كان من جدي، إن كان من قريبي، إن كان من أخي، أي إنسان أطلق علي كلام سلبي أو تنبع علي تنبؤات سلبية أو وضعني في مكان السلبية أو خلاني إنسان سلبي، اليوم أنا بكسر بقوة وسلطان اسم الرب يسوع كل كلمات سلبية عملت على حياتي، وكل أفكار سلبية، وكل نبوءات سلبية. ارفع ايدك، اعلن ايمانك وانت بتسمعني هذه اللحظة، قل يا رب يسوع أنا بكسر كل كلمات سلبية، وبكسر كل آلة صورت ضدي، إن كان سحر أو حجابات أو أعمال سفلية أو أعمال شيطانية، كل آلة، كل عمل، كل حجاب، كل قيد، كل ذبيحة عملت ضدي لكي تؤذيني، لكي توقفني، لكي تؤلمني، لكي تسلب من عندي البركة، الآن في اسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري أنا بكسر هذه اللعنات المتوارثة، أنا بكسر كل أمر سلبي متوارث دخل على حياتي عن طريق الدم في اسم يسوع المسيح الناصري. دم يسوع الآن يطهرني، دم يسوع الآن كفيل أنه يغسلني وينقيني. أعلن إيمانك بدم يسوع، أعلن إيمانك، أعلن إيمانك، أعلن أنه أنا البيت اللي وضع علي على الدم على بيتي دم الحمل، ولما يجي ملاك الهلاك لن يرى سوى دم يسوع، ولن يرى شيء آخر على بيتي، لن يرى ابني، لن يرى بنتي، لن يرى أولادي، لن يرى أحفادي، لن يرى أملاكي، لن يرى شيء، سيرى فقط دم الرب. وعندما يرى دم الرب سيصاب بعمى شديد جدا ولا يقدر أن يلمسني، سأخرج كما خرج لوط وكل عائلته وكل المدينة أصيبت بالعمى في اسم يسوع. قل هذه الكلمات في اسم يسوع، العدو لن يقدر أن يرى النعمة التي على حياتي، العدو لن يقدر أن يرى أولادي، العدو لن يقدر أن يرى أملاكي، العدو لن يقدر أن يرى كنيستي، العدو سيصاب بالعمى، العدو سيصاب بالفقر، العدو تم خرابه إلى الأبد. أعلن هذه الكلمات وأنت بتسمعني اليوم، قل يا رب يسوع كل أعمال سحر، كل أعمال عرافة، كل أمور أطلقت على حياتي، كل أمور جرحت فيها وتحولت حياتي إلى مكان للكآبة والحزن والألم، اليوم أنا بقف يا رب بإيمان وبكسر كل كآبة، بكسر كل حزن، بكسر كل كراهية تولدت داخلي، بكسر كل عدم قدرة على الغفران. أنا اليوم يا رب بعلن غفران وبتحرر من روح عدم الغفران في اسم يسوع. أنا ابن للرب، أنا بنت للرب، أنا ابن ملك، أنا عندي قدرة إلهية متاحة إلي اليوم حتى أتحرر. روح الله القدوس اليوم راح يطلقني
من جديد ببركة روح الله القدوس. اليوم رح يرسل نيران جديدة إلى حياتي، إلى بيتي، إلى أولادي. اليوم أنا رح أنتعش، اليوم أنا رح أمتلئ، اليوم أنا رح أبارك مباركة عظيمة جدا جدا جدا، لأن الرب القدير اللي صنع معي كل هذه العجائب اليوم سيصنع معي أمور جديدة في اسم يسوع، في اسم يسوع. كل حلم، لو أنت اليوم شفت أحلام مزعجة، لو أنت شفت رؤى مزعجة اليوم، لو شفت بليس عم بيحاول يضغط عليك من خلال الرؤى ومن خلال الأحلام ومن خلال الأفكار، اليوم أعلن إيمانك أنه أنا بضع دم الرب يسوع على كل حلم أطلقه على حياتي إبليس، أو أتى من خلال ذاكرتي، أو أتى من خلال خبرة قديمة، أو شفت أمر خلاني أفتكر بالماضي، أو دخلت في حالة رجعتني إلى جروح قديمة. اليوم باسم يسوع أنا بتحرر من كل هذه الأمور، وبتحرر من كل هذه القيود، وبتحرر من كل هذه العلامات اللي إبليس عم يشتغل فيها على حياتي، إن كان أحلام، إن كان رؤى، إن كان أمور مزعجة، إن خلتني أفقد نومي، إن خلتني أفقد سلامي. اليوم أكسر بقوة وسلطان اسم الرب يسوع كل حزن، كل نكد، كل ألم، كل خوف، كل غضب، كل سخط. اليوم أنا بكسره بقوة اسم يسوع. أنا متشدد بالرب، أنا متشدد بالرب. روح الله يتحرك الآن في داخلي، روح الله الآن يملاني. أنا بستلم الآن من الأعالي لمسة وقوة وحضور الرب بكثافة غير عادية. اليوم في اسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري، أنا بكسر روح الحية القديمة اللي كرست لأجل خداعي. أي حية قديمة خدعت حياتك ودخلت إلى حياتك بأي شكل من الأشكال، أي حية كان رؤى أفاعي أو تعابين، أو إن كانت حية بتخدع كنت بتسمع لهذه الحية الآن بتحاول تسيء لك، بتحاول تغير كلمة الله في حياتك، الآن انتهر الحية. قل باسم الرب يسوع أنا بنتهر هذه الحية، أنا بكسر رأس الحية، أنا بطلب سيف الرب القاسي العظيم الشديد اللي قطع رؤوس التنانين، الآن يقطع كل دخول لروح الحية على حياتي من أي مكان، إن كان سحر دخلت بسببه، إن كان دخلت بسبب تجربة إيماني، إن كان دخلت لسبب خداعي، إن أعطيت أنا أذن صاغية، إن دخلت بسبب خطيئة. اليوم أنا بتحرر من روح الحية بالكامل، أنا بتحرر من روح إيزابيل اللي تخدعني، اللي تخليني دائما أريد الانفصال، أريد الابتعاد، أريد المكوث بعيد عن الناس والمكوث بعيد عن الخدمة. اليوم اسمع صلاة الرب، واسمع الصلاة اللي تطرح أمامك اليوم، وأعلن إيمانك في هذه الصلاة. قل يا رب أنا بكسر روح إيزابيل، أنا مش رح أنفصل، أنا مش رح أكون تحت أي تأثيرات لروح إيزابيل هذا اليوم على حياتي بقوة وسلطان اسم الرب يسوع، بقوة وسلطان اسم الرب يسوع، بقوة وسلطان. أنا بكسر الأحلام المزعجة. في شخص عم يسأل عن الأحلام، أعلن معي كل حلم حلمته اليوم، قل باسم يسوع أنا بكسر هذا الحلم الآن بقوة دم الرب يسوع. أنا بتسلح الآن بكلمة الله الحية، أنا بكسر روح إيزابيل، أنا بكسر روح البعل، أنا بأمر لوسيفر وكل مملكته أن تترك حياتي الآن. أنا بتكلم الآن مش كلمات عادية، أنا بتكلم بإيمان، وهذا الإيمان حقيقي في شخص الرب، والرب وعد لو كان عندي إيمان بمقدار حبة خردل أقول لكل العالم وللوسيفر ولكل جبل أمامي أن يرتفع الآن ويزاح من أمامي، والأبواب لا تغلق أمامي، والمصاريع تقصف الآن، وأبواب الجحيم لن تقوى علي، وكل أمر قيدني وكل أمر ربطني الآن بإيماني البسيط أنا رح أعمل الآن آيات ومعجزات بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. أنا بشجعك اليوم تشدد، ابتدي اكسر، ابتدي صلي، صلي معي لا فقط